الإناث يعني كتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، زوار موقع المهاجر، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حلقة جديدة، حلقة حوارية مع شابة مغربية زادت وكبرت في إسبانيا. غادي تلاحظوا ما شاء الله الجالية المغربية في إسبانيا كيفاش كتحافظ على اللغة ديالها، على اللهجة ديالها. لكن هذه الحلقة هذه عندها واحد الطابع خاص، لأن احنا اليوم في عيد المرأة 8 مارس، وبغينا هذا الفيديو هذا يكون تكريم المرأة المغربية، وجبنا واحد الشخصية يعني اللي عندها واحد الدور مهم جدا وكتشرف بالمرأة المغربية. معنا نجوى، حكمة في رياضة الكيك بوكسين، ياك؟ تفضلي لالا نجوى، عرفي براسك. السلام عليكم، انا نجوى الخطاب، اصلي من تازة كابرة وخلقت هنا في اسبانيا ودخلت العالم ديال الكيك بوكسين هذه 12 عام. انا دابا هذه 5 سنين باش درت الريفيري. انا الوحيده في نيفيل ناسيونال مغربيه والاولى والوحيده في لا كوميونيتا فالنسيانا. وافريكاناس كاين معاك؟ افريكاناس ابارتي انت الوحيده؟ انا الوحيده في افريكا كاع. تبارك الله ما شاء الله. وكيفاش بديتي الرياضه ديال الكيك بوكسين اولا؟ يعني بديتي كديري الكيك بوكسين عاد فكرتي انك تدوزي للتحكيم؟ بديت في الكيك بوكسين، بديت في الكومبيتيسيونيس، وصلت لنيفي ناسيونال، ومن بعد ابخي بديت مع القرايه وبداو الامتحانات بزاف، هذاك الشيء كان خصني نوقف باسكو ما كانش عندي الوقت باش نقرا ونتريني، وقفت التريناج. مي ما وقفتش كاع حيت امبوسيبل نحيد من حياتي. وهذيك الساعه بديت مع الريفيري، هي الحاجه الوحيده باش انا بقيت لداخل وما خرجتش كاع. بديت في الريفيري وبدا كيعجبني هذاك الشيء، بديت كنتحرك. ودابا هذا العام داروني في ليكيبو ديريكتيفو ديال لا كوميونيتا فالنسيانا، انا البنت الوحيده في ليكيبو ديريكتيفو ديال الاربيتروس، وحنا ماشيين شويه شويه الحمد لله مزيان. والله العظيم شفت لك يعني اخر برياضه اللي كانت عندك في مع المرابط مصطفى، تحيه كبيره لمصطفى المرابط صديق ديالي، بعدا من هذا المنبر كنبغي نقول ليه شكرا بزاف على كل ما كتقدم لنا وكتقدم الموقع المهاجر والجاليه المغربيه المقيمه في المنطقه ديال فالنسيا. شفت ذاك النهار يعني صراحه شفتك واحد الصرامه فوق الحلبه، وكيفاش داك الشيء يعني ملي كتدخلي تما كتدخلي العالم ديالك عالم اخر، عالم اخر، كتبدل كاع لتحت، كتكون حنينه، كتهضري، كتضحكي، ملي كتطلع الفوق خاصك تكوني كتحكمي سيريوز وكتكوني كورتانت بين كل شيء. وانا الحقيقه تحيه لمصطفى، حتى هو عجبتني بزاف هذيك البلاده، مشيت جاتني فرحه كبيره ملي شفت لاونيو ما بين المغرب واسبانيا، واول مره غدير واحد البلاده بحال هكا على ديك النيبال. دخلت شفت الرايد المغربي، الرايد المغرب، شفت التولد الملك، الكونسوليه، كلشي، فرحت بزاف. جاتني مول فا كتمشي كتلقاي غير ما هو اسباني، كتكوني خارجه ما كيعرفوكش حتى واش انت مغربيه اصلا. اصلا ما كيقول لي بحال ما كتشوفيش. كانت فيك صرامه تبارك الله عليك، وكنتي كتجيري. دابا كما هضرنا واحد شويه على المهنه ديالك، كندخلوا واحد شويه للحياه الخاصه. انت من تازة، وتحيه البشرى كربوبي حتى هي اربيترا اللي شرفات المملكه المغربيه، حتى هي من مدينه تازة، بنت بلادي كذلك، حتى انا من تازة. وصدفه اول مره كنعرف انك من تازة، ما كنتش عارف صراحه تجيتي باش نديرو هاد اللقاء هذا. يعني انت تزاديتي في اسبانيا، كبرتي في اسبانيا، كيفاش كتهضري بالدارجه هكا زعما مطلوقه؟ نشكر والديا، كنشكر والديا حيت يوم من هاد المنبر كنشكر والديا حيت هما اللي كبرونا في دارنا العربيه، كيبقاو علينا واخا راكم في اسبانيا خصكم تعلموا العربيه ديالكم، خصكم تدافعوا على راسكم، خصكم واخا تمشيو للمغرب تقدروا تهضروا مع الناس وما يحكروش عليكم. وشكرا على والدي، هما اللي قراوني العربيه، هما اللي علمونا في الدار. حنا عندنا اون فوا كتوصل للدار ما كايناش سبليونيه، من الدار لداخل غير العربيه، نخرج برا هضر اللي بغيت، من الدار لداخل غير العربيه. ووالدي هما اللي كبرنا على هذيك. تبارك الله عليهم. عمرك يعني فكرتي انك باش كنتي صغيره غتكوني اربيترا؟ واش درتيها في دماغك هكا؟ جامي كنت كنشوف هذاك الشيء كان كيعجبني،
كان عندي واحد الانترينور سميتو فيديل من الكايه مورينا، هو اللي بدا عليا، خاصك تخرجي نو سي كي، بدا علي هو كيجرني. بديت اول مره ملي خرجته بدا كيعجبني مره مره، وهذه دابا 5 سنين وما نقدرش نحيد بحياتي. انا الاربيتراخي احسن حاجه وقعت لي دابا في حياتي، احسن حاجه بركي. لو ملي كتجمع معاهم كاملين بحال شي عائله صغيره، كترجع بحال عائلتك. بحال عائلتك فعلا فعلا. ويعني حتى هي هذه الرياضه شغوفه، يعني كتشوف واش يعني انتم كأنت يعني بنت غادي تشوف داك العنف كديري يعني حتى الرجال ماشي غير الاناث، يعني كتمشي للمباريات اللي هي بروفيسيونال وكتشوفي هذاك الشيء يعني بلا كاسك بلا والو هاك بالك، كيفاش كتحسي انت في ذاك اللحظه وانت فوق الحلبه؟ كتخصك تحمي ذاك اللي مثلا خايفه عليه ولا لا ما خصك تحمي حتى واحد، انت خصك تشوفي ديري راسك فيهم هما. ملي تشوفي واحد منهم تحقرب بزاف تقاس بزاف خصك انت توقفي على السيكوريتي ديالو، حيت راه الا وقع له شي حاجه راه الريسبونسابيليتي راه ديال ديالك انت الاربيترو. افيكتيفمون، حيت انت ما وقفتوش في الوقت ديالو، انت كتكون الفوق، عليك واحد الريسبونسابيليتي كبيره كبيره، كتكون حس بان الروح بنادم راه حداك حيت راه تحميها. حياته في يدك انت، ضربه خايبه راه تقدر تحيد لك حياتك افيكتيفمون. خاصك تعرف انت بلي عندك حياتك في يدك انت، خاصك توقف ملي تجي الوقت ديالو ديال الوقف يا اسطى سي وقف. وفي حياتك يعني العاديه كتقراي سي فين واصله دابا القرايه دابا ديالك؟ كنقرا على الوردية سيفيل ورديه سيفيل ان شاء الله، الى كتاب ان شاء هذا الله. العام، الى كتاب لي غتبريزونت الامتحانات اوبوزيسيونيس اوبوزيسيونيست ان شاء الله، الى ربي كتاب ان هو. شاء الله. نتمنى لك يا ربي امين كمل لك هاد الحلم ديالك. امين اخويا. بيغا بيغا موتشو ورديه سيفيل اربيترا. يعني كي كتشوفي هنا الناس ديال اسبانيا كي كيتعاملوا معاك؟ واش حيت بزاف ديال الجاليه شفنا مؤخرا كيتشكاو من كيقول لك حق العنصريه حق هذه، انت بالنسبه لك يعني انا كيفاش؟ ما حسيتش في العنصريه، حيت في هذا العالم ما حسيتش به، زعما في الكيك بوكسين وهادشي ما حسيتش به، مي سابغي في الحياه عاديه كتكون عندي شويه كتكون شويه ديال العنصريه من ناحيه كيشوفوك مغربيه، كيشوفوك حيت واخا كتكوني مغربيه وخاصك باغ بلو غوري في بيل خاصك تدخل 4 مليار اسبانيول، راه دمك دمك راه ما غتسمحش فيه. وضروري انا واخا كيقولوا لي بحال لي بالي باش تشري غوري في بيل خاصك تكون بانيره ديالك اسبانيا، نو اسبانيا نو، انا عندي شكاره ديال القرايه وملصقه فيها لا بانيره اسبانيولا وملصقه فيها لا بانيره ديال المغرب ماروكي. ديال اسبانو المغرب ماروكي سي اسبانيو راه ماروكي بورتانتو كي بي باساكي، يعني شحال ما بغيتي تعيشي كتبقى اسبانو اسبانو ماروكي، ماروكي حيتاش الجذور ديالك الاصل ديالك جاي من تماك، جاي من المغرب وراه بلادك وراه بلادك ما يمكنش تنساها. لا وهذا الشيء هذا يعني تدخل جاي من العائله، واش الوالدين هما اللي كيكبروا هذا الشيء هذا ولا كاين مثلا اصدقاء ديالك صديقات ديالك اللي ما مسوقينش كيقول لك ايوا سوي داكي يا ستار ساكابو؟ كتلقاي مغربيات كتقول لك انا خلقت هنايا انا سوي اسبانيولا، كتلقى الناس كيجيو خالقين في المغرب وكيجيو لهنايا يقراو ولا كيعيشوا هنا يقول لك انا سكولين نو فنو راك مغربيه واخا راكي جيتي وخلقتي هنايا ولا كبرتي هنا نو بلادك هو بلادك. فلاسي كاس بيرداك كاينين بنات نو يو سي اسبانيولا نو ريش اسبانيولا راكي مغربيه. دابا داخلين على رمضان وانتيا كديري الرياضه، واش كتمارسي الرياضه في رمضان؟ تي سي نينغون بروبليما سي نينغون بروبليما. كنفطر في الجيمناسيو، تفطري في كندي الجيمناسيو التمره ديالي والبريك ديالي ديال الحليب، كنفرق الصيام تماك، كنكمل الكلاسي ديالي واخا كنمشي للدار كنفطر مع والديا الا لحقتهم، الا ما لحقتهمش كنفطر بوحدي، بيرو ما تبارك الله عليك كنتخلاش. تبارك الله عليك ومرحبا بك معنا. هذا ربي شرف كبير يخليك. اننا يعني نختاروا هذا النهار هذا ديال المرأة المغربية. صراحة انا مازال ان شاء الله غادي يكونوا نساء اخرين، لكن فاش تك في ذاك البلاده هذيك من ذاك النهار وانا كنهضر مع مصطفى قلت لي راه خص تدوز معنا بالضبط في هذا التاريخ هذا، لان فعلا عجبني الحال باش نكونوا واضحين. يعني عجبني الحال اولا شفت بنت بلادي بواحد الكاركتير اللي هما هنايا كيقول لك المرأة المغربية راها غير في الدار راها غير كتخدم راها غير كدير، لا جيتي وفرضتي الوجود ديالك. وماشي غير انت، كاين بزاف ديال النساء المغربيات تحية كبيرة لهم في اوروبا في جميع الدول الاوروبية، الحمد لله كترفعوا الراية ديال المغرب، كنفتخروا بكم كاملين، حمرتوا لينا وجهنا. انا عجبني الحال داك النهار هذاك فاش شفتك بحال هكاك، كنت كنشوف حتى الاسبان كيشوفوا يعني واحد النظرة ديال واش مغربيه واش اسبانيه واش يعني مستغربين انت. يعني شنو هي يعني تقدر تقولي لنا شي حاجه اللي اثرات فيك في حياتك يعني في هذا الميدان هذا ديال الرياضه؟ شي نهار وقعت لك شي حاجه ولا عندك يعني بقات مرسخه في الدماغ ديالك؟
بونو خايبه ولا مزيانه بجوج، شي حاجه زوينه وشي حاجه شي حاجه مزيانه. بحال انا لا ولاده ديال ديال مصطفى. مصطفى، انا مشيت لهذيك لا ولاده بحال تقول شي بنيته صغيره عاد عطاها شي لعيبه، باسكو شفت هذاك الشيء المغرب و عجبك. هادشي ما عمره ما دازت هنايا في ليست. وانا جايبه 5 سنين و12 عام كندير اربيتراخي، شي حاجه هكا كتحتفل بالرايه المغربيه بالناس المغاربه. انا عجبتني بزاف، انا مشيت للدار وكنقول ماما، كنقول لها عشت حلم اخر، كنقول لها اول مره ديسفروتيت من القلب ديال لوي بيبي دو، عجبني بزاف. مشيت مي كونتينت وكنقول لها مصطفى، قلت له اكي ريبيتيه وحده اكي اخرى، ريبيتيه وحده لو اخرى مره خصكم سيدي. تجيو وحده اخرى. وحاجه خايبه سي فري، انا دابا ملي بديت في ليكيبو ديال ليكتيفو ديال الاربيتراخي، سيمبلمنت حيت راكي مرا وراكي فوق منهم خاصك تحكم، مانديهم تحكمي عليهم خصك ديرو، كاينين شي وحدين ما يعني كاين كيرضاوش. الماتشيزمو حتى هنا، سي فيكتيفو كاين الماتشيزمو حتى في اسبان، ماشي كينعتو غير المغرب بالماتشيزمو والماتشيزمو. نو نو اصلا دابا الا رجعتي للمغرب، المغرب راه فيه ايكواليتي زعما ما بين المراه والراجل، ما بقاتش ديفيرونس. كتجي لهنايا كتلقى هذيك ديفيرونس انتري امري مخير، كاين نوتين كيسالي ما خصهاش تكون هكا. بلا سي كتبدا كنمشي للمغرب انا عاد جيت من المغرب، مشيت في شهر 12 و كنشوف المراه والراجل ايواليس، كنشوف البنات. مشيت لواحد الخيمناسيو دوت غام قدامه، ما كانش عندي الوقت باش نمشي نترينين، كنت مشيت للعائله، كاينين ماس بنات كدراري ماس بنات كدراري وده غوستو بيرلو، كيعجبك النظره كتعجبك كتشوفي يعني البنات هاد الفكره هاد ديال ديكور. الماتشيزمو ديال العنصريه ضد المراه اللي كاينه هنا في اسبانيا على المغاربه، راه هما فيها وبعض المرات ما كيعيقوش بها. ما كيناش نهار البلاده ديال مصطفى، كان واحد المدرب من دوك المدربين اللي كانوا تماك ما عجبوش التحكيم وبدا كيغوت بزاف على كتوقع لكم بزاف هاد القضيه. سي بالفعل اللي خاصك تعرف توقفهم على حدهم، حنا حكمنا هكا ماشي غير انا في كاسنترال الفوق، سينو ماشي بوحدي، عندي كاين ايكيب كور عندي معاك عندي بحال الكرة، بحال المرايات الكرة، ديالي كلار، بحال عندي الكرة. هما بحال المرايات ديالي، هما اللي كي حتى هما كيمانديو، ماشي غير انا بوحدي الوحيده اللي شفت الفوق، راه شافوا الاول الثاني والثالث والطبله. وعد قرروا انه وعاد قررنا بستة بينا وخمسة ولا ستة، يعني كنقولو شي مرة كنقولو خمسة شي مرة كنقولو ستة، بستة بينا للريسولتي، ما يمكنش واحد يغلط يغلط هو ولكن ستة بينا ما تسعيد. يمكنش. كل واحد كيشوف من واحد البلاصه كيفاش يعني، وعندكم معايير ديالكم، عندكم بزاف ديال الحوايج اللي كتعتمدوا عليها، راه دراسه التحكيم، راه دراسه، راه ماشي غير اجي وكون حكم نو يعني. نو كندوزو امتحانات، كندوزو قرايه، كل مره كطلع من نيبو عندنا براكتيكاس، وعاد باش كيطلع يحكم، ماشي غير اجي قبض وتحكم. نو نو كتصوري راسك شي نهار نجوا في الجلوري ولا ان شاء ايفوسيون الله. ان شاء الله. سي ان شاء كتصور ان الله، شاء الله سي باذن ان الله، شاء كنتمنى لك الله، حد سعيد. ومغاربه رافعين الرايه في الجلوري، كيعجبك الحال؟ انفوسيون سي سي كيعجبني الحال، كنتفرج فيهم تبارك كنقول الله. تبارك الله على المغاربه ديالنا. و يعني لا كونديسيون فيزيك مهمه بزاف في هذه الرياضه هذه، سي لا كونديسيون فيزيك، مع اننا كنشوفوا الزعر واحد المصارع مغربي تبارك الله عنده الكرش عنده يعني جايب بيرو عاوتاني خصو يكون عنده الفوندو ولا وانتي، الا فوندو كان عنده الفوندو عنده التنفس مزيان السفل. عنده السفل مزيان عنده كل شيء، راه غير وانتي، واخا يكون عنده الكرش يكون مغلد يكون عنده، حيت كاينين كيضربوا فيهم 170 كيلو 150 كيلو 115 رغوانتان. بيرو خصهم يوانتيو، الا كان عندك الفوندو عندك كل شيء. هذاك هو الاساس في هذه الرياضه الاساس هذه. في الرياضه هذه هي الفوندو. واخا نجوى شي نصيحه يعني للشابات المغربيات في اوروبا بصفه عامه، ما غاديش نهضروا على اسبانيا، في داخل المغرب وخارج المغرب، شي نصيحه ليهم الا بغاو يمشوا في الرياضه، شنو خصهم، علاش، شنو هي الحوايج اللي خصهم يركزوا عليها مزيان، والحوايج اللي يتفادوها مثلا بالعنصريه ولا اي حاجه كتطلع كيفاش يتفادوها، وكيفاش يركزوا في الاحلام ديالهم باش يحققوها. ما خصهمش يديوها في هضره بنادم، ما خصهمش يديوها في انت الكاميرا ما غتوصليش، نو انت الكاميرا ما غتوصليش، انت انا غتوصلي، وريهم بلي انت انا مرا وغتوصلي وحسن منهم. خاصهم يكون عندهم كونستانسيا، خاصهم يكونوا تماك ديما، ما عمرهم ما يلوحوا لا تغيا يزيدوا، راه ماشي الطريق كامله ماشي ورد، راه كيكون الحجر في الطريق، ولكن شويه بشويه غتوصل للنيل، جبر الحلاوه في التالي. جبر الحلاوه في التالي، هو داك النشوه اللي انت كتكون في واحد البلاصه الناس كامله كتفرج وانت الفوق، انت فرحان بالفوز ديالك ولا بالتحكيم ديالك اللي درتيه زوين ولا باي حاجه، كتكون تحققتي واحد الهدف ديالك. فعلا حوار شيق معك،
كنقول لك دارك هذه ان شاء الله باذن الله، راه دار المهاجر ربي كاع المهاجرين يخليك ان شاء الله باذن الله. ربي يخليك. مرحبا بك والف مرحبا، شرفتينا بزاف، عجبني انني نشوف بنت بلادي وشوف الصدفه سبحان الله العظيم، طلعت من مدينتي ماشي غير من بلادي، من تازه. كذلك المغرب كامل راه بلاد المواهب، خاص وفعلا حنا جاليه قليله يعني بالنسبه له، راه الناس ديال الارض جاليه قليله، كتلقى منهم الاربيترا، وكتلقى منهم لاعب الكره، وكتلقى منهم البطل في الكيك بوكسين، وكتلقى منهم بزاف، يعني ان المغاربه فعلا شعب ديال المواهب ما شاء الله. وكي هاد الثمره ديال وليدات المهاجرين يعني كتعطي الشجره ديالها داخل ارض المهجر. فكنشكرك بزاف بشرى، يخليك، كان شكرا. حتى ديال بشرى مشى بالي مع بشرى كربوا به نجوى. كنشكرك بزاف على هذا الحوار هذا، شكرا بزاف يعني اللي لبيتي النداء ديالنا، ونشوفك ان شاء الله في لقاء اخر، ونجي نتفرج فيك ان شاء الله في شي بلاد اخرى، مرحبا بك علاش ان لا، شاء وداك الله. الساعه ندير التغطيه كامله ان شاء الله باذن الله. شكرا، مع شكرا السلامه. لك. شكرا للمتابعين ديالنا الكرام، نتمنى تكون الحلقه نالت الاعجاب ديالكم، خليونا في التعاليق ديالكم الاراء ديالكم والافكار ديالكم، باش نزيد ان شاء الله باذن الله نعطيو محتوى جيد. كنت مع حوارات المهاجر، نشوفكم ان شاء الله فيديو فور موضوع اخر، تكونوا دائما في احسن الاحوال، وانتم في رعايه الله. السلام عليكم.